يا شيخ أحسن الله إليك، ما حكم فرقعة الأصابع في الصلاة؟ إيش؟ فرقعة الأصابع في الصلاة. أي نعم، هي عمل ولا غير عمل؟ لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة؟ إذا مكروه، كل عمل لغير مصلحة الصلاة هو مكروه، وأما العمل لمصلحة الصلاة كما لو تقدم الإنسان للصف أو قرب إلى الصف فهذا لا بأس به.